السلام عليكم. عندي في المحمية نتاع العصافر جوني حنوشة، حنش، تعرف الحنش؟ ما قلت لهمش حل في الاخر، بالكل تقريب انا جبت القنفود كما قاعدين نشوف فيهم، ما شاء الله قنفود كبير في جي كيلو، ممكن انا جبته وسيبته في المحمية هنا باش نحاولوا نقضيه على الحنش. شو نجي لبرا كما قاعدين نشوف، تلاحظوا سيبته هنا، سيبت زوز اليوم سيبناهم، ان شاء الله ان شاء الله يقضوا لنا على الحنش، خاطر الشك اللي عندنا حنش هنا. شو اش لقينا؟ هذا ثوب نتاع الحنش كما قاعدين نشوفوا، حاولنا نقضيو عليه خاطر الحنش هنا السنه كلنا نجي 20 30 نعش تاع بومزين تاع المقنين، لوجنا الحيل الكل، شرينا شبكه جديده، شرينا مش نغطيه، وباقي ما لقينا وش حل. ان شاء الله بالقنفود نلقاو الحل ان شاء الله. السلام عليكم.